الوقفه ديالنا هنا قدام محكمه الاستئناف في هذا الملف هذا اللي حنا استأنفناه على ود وداديه موظفي استئناف السكن اللي هو واحد المشروع اللي كاين في ديال جولدن بيتش 1 و2 اللي هو في منطقه ديال المهرزه الساحل تابع الاقليم الجديده كتكون من 514 منخرط وهاد الوداديه هاد الملف هذا اللي هو دابا في محكمه ديال الاستئناف وراه واحد الشكايه اخرى اللي هي موضوعه من سنه 2021 وهي عند الفرقه الوطنيه ما عرفناش المآل ديالها الى حد الان رغم ان احنا كنشوفوا بان هاد الملف هذا خاصو يمشي غادي يمشي سميتو تابع للجنحه وحنا كنشوفوا بانه خصو يمشي في الجنايات لان كما يعرف بان الوثائق هي اللي كتثبت المساله واش غدا في الجانب الجنحي او لا في الجنايات حنا كنشوفوا بان الملف ديالنا خصو يمشي للجنايات وكاين اثباتات واضحه وخاصه ان كاين فواتير اللي هي كتحيلك العقد وهذا العقد هذا تم اتلافه او تبديده على كل حال ان لا الفرقه القضائيه ديال عين الشوق ولا المحكمه الابتدائيه ولا الفرقه الوطنيه ما حصلوش على هاد العقود اذا هذه المساله هذه مهمه بزاف على اننا وثيقه من الوثائق اللي هي تجاريه وثيقه اللي هي مهمه بزاف وهي من العقود ديال هاد الشركات هادو اللي تم التصفيه ديالهم بعد ما جا مكتب وحط شكايه وهاد العقود هادو راه المبالغ فيها تزيد عن عشرات المليار اللي هي اللي مشات في الموضوع ديال 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 لي فاكتور مكتوب يحيلك الى العقد والعقد ما كاينش فين ما كاينش لا عند الرئيس ولا عند الشركه ولا عند بيرو ديتيد دونك المساله حنا كنقولوها حنا كمنخرطين كنقولوا بان هذه المساله هذه لا كان شي انصاف فيها ولا كان شي رعايه فيها ولا كان شي حق اللي هو واضح انها خاص تمشي للجنايات هذا هو الطلب ديالنا وكنتمنوا الله ان الجهات المختصه انها تدخل وتحمي الحق ديال المواطن المغربي حق ديال هاد المنخرطين هادو هذا هو اللي كنتمنوا الله سبحانه وتعالى هذه الجهات المختصه ما فيها كنناشدوا المدير العام والمفتش العام وجميع السلطه القضائيه بما فيها الناس المختصين في هذا الاتجاه هذا انهم ياخذوا هذا الملف برعايه وياخذ المسار ديالو الحقيقي لان ما مشينا للفرقه الوطنيه الا باش ينصفونا وحنا كنتمنوا على الله ان يكون الحق كيقول الكلمه ديالو ان شاء الله.